مرحبا بكم مشاهدينا في اليوم السابع، نستعرض لكم ما اهتمت به الصحف على مدار أسبوع كامل لنناقش ونحلل آراء الكتاب في أبرز المواضيع. في هذا الأسبوع قرأنا ملفات عديدة تطرقت لها الصحف والصحفيين، كان أبرزها الملف السوري وقانون قيصر الذي سيطبق. لذا نستذكر سوية ما تناقلته الصحف الصادرة لهذا الأسبوع، نبدأه من صحيفة القدس العربية والتي تساءلت: قانون قيصر هل يضع سوريا على الطريق العراقي؟ ظهيل أكدت بأن الغارات الإسرائيلية على الأهداف الإيرانية في سوريا لن تستمر بدون تداعيات أو تصعيد قد يؤدي إلى حرب. الشرق الأوسط عنونت 43 هجوما داعشيا في سوريا خلال شهر. العرب اللندنية سلطت الضوء على أن العملية الأمريكية لا تتوقف عن اصطياد قادة داعش. العربي الجديد عنونت عراقيا بأن تركة عبد المهدي تكبل الكابل. نيزافيسمايا غازيتا الروسية تطرقت إلى أن عباس يبحث عند بوتين عن مفاتيح لترامب. هذه كانت أبرز الملفات التي طويت بها صفحات الصحف الصادرة لهذا الأسبوع. استذكرت بعض الصحف الصادرة طيلة الأسبوع المنصرم رواية الروائي السوري مصطفى خليفة القوقعة على ذاكرة أدب السجون في سوريا لفترة طويلة، بما فيها من أهوال وروايات الموت المفزعة، إلى أن جاء الشاهد قيصر ليروي فصلا جديدا من روايات الموت بكل الأنواع التي لا تخطر على بال بشر بحسب وصف المتابعين. قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على كل من يتعامل مع الحكومة السورية أفرادا وجماعات وشركات وحتى دول، لكن بعض الكتاب والصحفيين رأوا بأن الخاسر الوحيد هو الشعب السوري وصعوبة الحالة المعيشية وضعف القدرة الشرائية لدى شعب عانى ويلات الحرب. ومنهم من رأى بأن من لم يمت في أقبية السجون التي كشف عنها قيصر سيموت جوعا بفضل قانون قيصر. كل هذه الرؤى سنناقشها ونسلط الضوء عليها ونقرأها بكل تفاصيلها وزواياها من وجهة نظر صحفية. كما يمكنكم مشاهدينا المشاركة معنا وإبداء آرائكم من خلال التصويت عبر السؤال المطروح على صفحتنا للموقع الرسمي وعلى الفيسبوك. نشرت صحيفة روناهي تحت عنوان قانون قيصر والتداعيات مقالا للكاتبة فوزة يوسف حول تهرب دمشق من التفاوض سواء في جنيف أم في دمشق كان سببا في فتح الطريق أمام تطبيق قانون قيصر. لنتابع. كل المؤشرات تدل على أنه بدءا من شهر حزيران ستدخل الأزمة السورية في مرحلة جديدة ارتباطا بتطبيق قانون قيصر، وسيكون تأثيره كبيرا لدرجة يمكن أن يؤدي لقلب جميع موازين القوى رأسا على عقب، ويمكن أن يكون بداية لنهاية مرحلة والبدء بمرحلة جديدة من الصراع. لا شك أن قانون قيصر لن يؤثر على دمشق فقط، بل سيكون له تأثير على كل سوريا وحتى على الدول المجاورة أيضا، لأن أي دولة تتعامل مع سوريا سيتم معاقبتها، وهذا يوسع من دائرة العقاب المفروض. لكن سيكون لها نتائج وتداعيات سياسية واجتماعية وعسكرية كبيرة على كل القوى الفاعلة في سوريا. أود باختصار أن أذكر البعض من هذه التداعيات. دمشق ستبقى أمام خيارين، إما الحل والتخلص من هذا الخناق، وإما أن تعيش تجربة بغداد عندما تم معاقبة صدام في التسعينيات فأنهكت قوته ليتم الإطاحة به في عام 2003،
كان يمكن تجنب هذه العقوبات من قبل النظام بتطوير حل ديمقراطي، لكن التهرب من التفاوض سواء في جنيف أم في الشام فتح الطريق أمام تطبيق قانون قيصر الذي كان ساطعاً بأن أمريكا ستقوم بفرضه. الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا ستكون أمام امتحان جديد، وهو إلى أي درجة ستنأى بنفسها من تداعيات قانون قيصر. لقد نجحت الإدارة الذاتية في مواجهة عدة محن في الفترة السابقة، تفوقها على داعش وعلى جائحة الكورونا والمحافظة على نفسها بالرغم من الهجوم الشرس من قبل تركيا ومرتزقتها. ونظراً إلى وجود كل المواد الأولية الضرورية للحياة في شمال وشرق سوريا من حبوب سدود نفط خضروات، أرى بأنه يمكن أن تنظم وضعها الاقتصادي بشكل أفضل قياساً مع المناطق الأخرى في سوريا. وإذا ما قامت بتنظيم السوق الاستهلاكية بشكل جيد بحيث تسيطر على الغلاء الفاحش وتطور مشاريع تؤمن حاجات المنطقة داخلياً، يمكن أن تخرج الإدارة الذاتية بأقل الخسائر في هذه الفترة. تحليلاً ومتابعة في هذه الملفات، أرحب بضيوفي الكرام من نيويورك الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عصام خوري، ومن بيروت الكاتب السياسي خليل نصر الله. أهلا بكم ضيوفنا أعزاء. أبدأ معك أستاذ عصام، ضيفي من نيويورك ومن قانون قيصر. الصحف العالمية والإقليمية وحتى المحلية تضج بالأخبار والآراء والتحليلات وحتى التوقعات، وكأنما يوم القيامة بانتظار السوريين. كيف تتابعون هذا الكم الهائل من هذه الأخبار؟ فعليا هنالك حدث كبير جدا. قانون سيزر يسمى القيصر هو قانون نافذ، لأنه أقر من رئاسة الرئيس ترامب وأعضاء الشيوخ والبرلمان لتنفيذه في الشهر القادم. ربما يتأخر بعض الإجراءات القانونية له بسبب ما ترونه الآن من أحداث بسبب أزمة كورونا، ممكن أن يتأخر، لكن ذلك لن يعني أنه لن ينفذ. هو إجراء ربما يكون روتيني وسيكون قيد التفاصيل. وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، عضو مجلس النواب جون ويلسون أقر لائحة بمجموعة من رجال الأعمال، ممكن أن أدرجهم لكم الآن، هو مثلا محمد سواح، فهد درويش، سامر الدبس، فراس تقي الدين، فواز العجوز، شفيق عزب، محمد إخوان، مازن التري، غسان القلاف، فارس الشهابي، سمير حسن، سامر عويس، إياد محمد. وهنالك القائمة تطول، لأنها كما تعرفون هنالك وكالات وأجنسي تتابع كل المتعاملين مع النظام السوري. هؤلاء الذين ذكرتهم كلهم مشمولون بقانون قيصر، أليس كذلك أستاذ عصام؟ الآن قدمت ورقة بأسماء هذه الشخصيات، ويتم التعامل مع منظمة العدالة التي يرأسها الزميل فارس سواح من أجل الاستحصال على المزيد من المعلومات، بالإضافة أنهم بالتأكيد سيتواصلون مع بعض الشخصيات السورية التي لديها معلومات كافية عن تلك الشخصيات وغيرها من الشخصيات، لأننا نرصد الآن أسماء أخرى. طيب، نشطاء سوريين نرصد العديد من الأسماء. طيب، ضيفي من بيروت الأستاذ خليل نصر الله. أستاذ خليل، لو سمعنا بداية وجهة نظرك وتعليقك فيما يتعلق بقرب تطبيق قانون قيصر على الأرض. شكرا جزيلا لك. بداية يجب التنويه إلى أنه كل من يعمل مع الأمريكيين وفق هذا القانون أو غيره يعمل كأداة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لنكون حاسمين في هذه النقطة لنبني عليها. الله، الأمريكيون لا يعملون شيء لمصلحة أحد. من الواضح جدا أنه في عقوبات أمريكية قاسية على الدولة العربية السورية منذ عام 2011، وهذه العقوبات صاعد، وبين كل مرحلة ومرحلة هذه العقوبات تأخذ أشكال أخرى بعد انقلاب موازين القوى في الميدان لمصلحة الدولة السورية وحلفاء الدولة السورية. من الطبيعي جدا أن نرى هناك محاولات أمريكية. بالعامين المنصرمين كان هناك محاولات سياسية، يعني كان في تواصل، كان في محاولة تخريج ما، تسوية ما، حصل تواصل مع السوريين. الأمريكيون يفاوضون القوي، لا يفاوضون الضعفاء ولا الأدوات.
لكن عندما فشلوا في هذه المعركة السياسية الآن ستبدأ معركة جديدة، هم كانوا قد حددوها عبر العقوبات. المشكلة بهذا القانون، أو ليست المشكلة لنوصفه شوي، أول شيء هو قانون أمريكي، يعني هو ليس قانون، مش صادر عن الأمم المتحدة، هو قانون صادر عن المستعمر الأمريكي الذي يحتل جزءا من الأرض السورية، قانون صادر عن دولة الغطرسة الأمريكية المستعمر اللي يتصرف بالمنطقة كأنه الكلمة له. والمشكلة بهذا يعني بهذه العقوبات اللي تريد واشنطن فرضها، هي تريد فرضها ليس فقط على السوريين، هي أيضا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شخصيات أو شركات، روسيا شخصيات أو شركات، أضيف لك من عندي مثلا مهمة جدا، أيضا شخصيات صينية وشركات صينية. إذن المشكل قد يأخذ بنحة آخر. يعني أنتم بالبداية طرحتم تقرير كتبته، لا أنا ما أذكر اسم الكاتبة، لكن أعطت قرارات خاطئة، يعني أنه أول هي تتحدث أنه عن العراق، العراق ما كان معه روسيا، سياق مختلف، واقع مختلف، ما كان معه إيران. طيب، ولكن يعني ولكن الكاتبة مختلف. الكاتبة فوزة يوسف تحدثت في مقالها بأن تهرب دمشق من التفاوض سواء في جنيف أو حتى في دمشق هو فتح الطريق أمام الأمريكي الذي تحدثت عنه لتطبيق هذا القانون. لو سمحت، أنا لا أريد أن أهاجم الكاتبة، لكن كان عليها أن تطلع أكثر قبل أن تقول من تهرب من المفاوضات. المفاوضات ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ليس سوريا من تهرب من المفاوضات، ليس سوريا من تعتدي على واشنطن، ليس سوريا اليوم تقاتل. لا لا لا، هنا نتحدث عن مفاوضات داخلية أستاذ خليل، نتحدث عن مفاوضات مع أطراف داخلية. يعني هنا تقول الكاتبة بأن دمشق تهربت منها في جنيف وفي دمشق. لا علاقة لواشنطن بالمفاوضات الداخلية بين السوريين، هذا شأن سوري لا شأن، لا يعني ليس فيها من تفرض عقوبات، هذه نقطة. النقطة الثانية، من عام 2011 فتحت أبواب الحوار، هنا قوى سورية رفضت هذا الأمر وكانت تعمل لدى أنقرة ولدى السعودية وغير السعودية، والآن في قوى تعمل لدى واشنطن في الشمال الشرقي. تمام، باب التفاوض مفتوح، من عقد اتفاقات في منبج، وعندما غمز له الأمريكيون في مكان معين ترك هذه الأمر وعاد للأمريكيين، هذه مشكلته، هو سيدفع ثمن في المرحلة المقبلة. كل ما تريد واشنطن هو محاولة لي ذراع الدولة السورية. طيب، أنا بدي أعطيك شغلة هيك باختصار مفيد ليفهم السوريين، بفهم بعض القوى اللي سواء إذا اليوم إذا توصلت واشنطن لتفاهمات ما مع الدولة السورية، بغض النظر عن شو هذه التفاهمات، كل هذه الأدوات التي تعمل وكل هذه القوة التي تجمع أسماء وأرقام وما إلى ذلك، هذه أين ماذا سيكون مصيرها؟ هذا سؤال مهم جدا. يعني لشوف أنت، واشنطن تتعاطى مع القوي، هي تعرف أنه موازين القوى انقلبت في سوريا، هي تعرف أنه لن يعد في سوريا شيء اسمه إسقاط نظام أو إسقاط دولة، على العكس تماما، كل مرحلة تثبت أنه الأمور ذهبت باتجاه استعادة الدولة السورية، الدولة السورية لكل شيء. إذا قانون قيصر هو لا يستهدف سوريا فقط، يعني إذا البعض يعتقد أنه هذا الأمر يستهدف الدولة السورية والسياسة السورية، هو صحيح صحيح، هو سيؤثر على المنطقة بشكل عام مع إيران ومع روسيا. أيضا من ضمن وفق هذا القانون اللي هي ابتدعته بغض النظر عن من جمع الصور، هذا أمر طبعا مخجل، لأنه من يخشى على حياة السوريين بغض النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي، وعلى كل سوريا على امتداد 180 ألف كيلومتر مربع لا يفرض عقوبات على الشعب السوري منذ عام 2011، ولا يدعم المجموعات المسلحة في سوريا، ولا يدعم حركات انفصالية في سوريا، ولا يحاول خلق بالأحرى حلقات انفصالية في سوريا. هذا الأمر مهم جدا أن نتنبه إليه. واشنطن لا تريد مصلحة السوريين، واشنطن تريد مصلحتها في المنطقة، مصلحة إسرائيل في المنطقة، وليست مصلحة السوريين أو قوى السوريين. طيب، من نيويورك ضيفي أستاذ عصام. أستاذ عصام، يعني حقيقة وكما تطرقت مصادر إعلامية بأن العقوبات هي فقط ستشمل دمشق والحكومة السورية، ولكن ما أكدته وما كتبته الكاتبة فوزة يوسف في مقالها التي أشارت فيه بأن لا شك بأن قيصر لن يؤثر فقط على دمشق، بل سيكون له تأثير على كامل الجغرافيا السورية وربما على دول مجاورة كلبنان كالعراق وحتى الأردن. يعني وندور ونرجع ونقول بأنه لنفس النقطة، بنقول أنه المدني هو اللي راح يدفع هذا الثمن الكبير. للأسف الشديد أنا أتخيل أن المدنيين سيدفعون ثمنا شديدا، هذا أمر طبيعي، لأن النص الطابع في قصر المهاجرين المسمى بشار الأسد ومن يدعمه سواء كانوا إيرانيين أو ظلم للإيرانيين، ظلم صغار للإيرانيين سواء كانوا في حزب الله أو في غيرها في المناطق في المنطقة العربية، هؤلاء شخصيات الهزيمة. احترامي الشديد للضيف الأمريكية، لو سمحت بس انتبه كيف بدك تحكي معنا، بدك تخاطبنا بلغة فيها أدب، مش تقول طيب. هيدول الزلم الصغار وما زلم الصغار. أنا لا تقطعني لكي أكون مؤدب معك. طيب، مع احترام الشديد
لي طيب ما بتقول لا طيب لو سمحت لو سمحت لو سمحت استاذ خليل يعني لو سمحت انا انت صرت من البدايه قلت عم تجمع اسماء انك تقوم بجمع اسماء للامريكيين اذا انت عميل للامريكيين انت تعمل لدى الامريكيين فقط ما تتهمنا نحن اتهم نفسك طيب. شوف انت شو عم تحكي طيب لو سمحت استاذ خليل لو سمحت استاذ خليل نعطي الوقت نعطي الوقت للاستاذ عصام طيب انت ستتهم اي شخص اخر انه عميل لدوله اخرى طيب تفضل استاذ عصام الوقت الوقت اتمنى ان تعرف حجمك كما تكلم بسقط الطبيعي للمصطلح للامريكيين عن شخصيات سوريه اذا انت تعمل ضد مصلحه الشعب السوري طيب لو سمحت ضيوف الكرام اتمنىك عميل استاذ خليل استاذ خليل لو سمحت نرجع لسياق الموضوع نرجع لسياق الموضوع ونمنح الوقت ونمنح وقت الاستاذ عصام استاذ عصام تفضل الوقت لك الان أوكي بكل الأحوال أنا لست في برنامج الاتجاه المعاكس الذي يستضيف ضيوف يعيطون فقط يصرخون فقط أتمنى طيب. منك سيادة المحاور طيب تفضل كي نصل الفكرة المحاور الآخر باختصار طيب. عليك ومن حقي أن أرد عليك لأنه ما بيشوف طيب في الوقت في الوقت سأمنحك الوقت أستاذ خليل سأمنحك الوقت وترد على كل ما تريد الرد عليه سأمنحك كل الوقت وترد على كل ما تريد الرد عليه تفضل أستاذ عصام سياسي ما تحكي ما تعلم احكي سياسي اهلا شوي يلا انا بحكي سياسي بس تعلم سياسي طيب تفضل استاذ عصام انا بعلمك أوكي. سياسي نحن نعلمكم السياسة العملاء ما بيعلمونا نحن بنعلم العملاء طيب استاذ خليل اتمنى ان نكمل الحلقه بدون اي شخصنا ونتكلم ونمنح الوقت لبعضنا كي نصل لفكره معينه كي نصل شوف انا بدي اقول له شيء ممكن يقول الرئيس السوري اللي انا لا اعترف به كشخص تمام يمكن يقول حزب الله بس ما يقول السوري اللي يعمله اتمنى هذا كلام الاخر حتى اتقدم طيب استاذ خليل لو سمحت نعطي الوقت الان للاستاذ عصام كي يكمل فكرته تفضل استاذ عصام ونعود لسياق السؤال لو سمحت أوكي ممكن أن تكرر سؤالك مرة أخرى؟ طيب كنا قد تحدثنا بأن المدنيين هم من سيدفع الثمن الباهظ لنتائج تطبيق قانون قيصر كما تحدثت الكاتبة فوزة يوسف وأن هذا القانون لا يطبق في دمشق ويترك مناطق أخرى وربما حتى تتأثر فيه دول مجاورة لسوريا بالتأكيد عندما تكون السلطة منفصلة عن الشعب هذا أمر طبيعي أن تصيب العقوبات بشكل عالي جدا الشعب السوري كما ترون اليوم نحن الدولار ربما تحسن قليلا أصبح 1800 أو 1700 بينما كان البارحة أو قبل البارحة 2000 هذا بدون العقوبات بدون العقوبات والسبب الأساسي في ذلك أن السلطة الآن في مرحلة تشتت اقتصادي هم يتصارعون رؤوس الأموال اللصوص الذين زرعهم بشار الأسد ومحيطين به هؤلاء يتصارعون فيما بينهم على موضوع كيف سيهربوا أموالهم هذه المشكلة الأساسية هي تصيب المواطن السوري لكن هذا المواطن ليس له لا حول ولا قوة بالنسبة لنا كشخصيات حقوقية تعمل في الخارج نحن ليس لدينا القوة الكافية لأن نساعد الشعب السوري إلا بالحدود الدنيا نساعد بحدود فردية لبعض الشخصيات أو غيرها لكن هذا أمر واقعي. طيب حقيقة أستاذ عصام يعني ليكون واقعيين يعني قائل من يقول كون أن واشنطن مدافع عن حقوق الإنسان أو حقوق المواطن السوري اليوم المواطن السوري سيرزح بفضل عقوبات قيصر إلى تحت خط الفقر وربما يصل الأمر إلى المجاعة يعني لماذا لم توجد طريقة أو آلية حتى لتخفف العبء عن هذا المواطن نتيجة هذه العقوبات؟ للأسف الشديد عندما تحاول ابتكار آليات من أجل المساعدة للشعب السوري تكون أفضل آلية هي أن يرحل رأس النظام هذه الشخصية الفاسدة التي زرعت مجموعة من اللصوص والآن كما ترون أنتم الآن هو في صراع مع ابن خاله الذي سلمه خزينة الدولة كلها لماذا بشار الأسد الذي هو معروف بقتله لكثير من المعارضين كثير من هو ووالده لماذا لم يقتل ابن خاله؟ السبب الوحيد أن ابن خاله وضع خزينة الدولة في خارج سوريا وهو يريد استردادها الآن استردادها ليس للشعب السوري استردادها لنفسه نحن أمام مشكلة أساسية هذا النظام المتعند هو نظام غير قابل للإصلاح والمؤسسة الأمريكية وغيرها من المؤسسات الدولية هي تظن أنه هذا النظام ممكن أن يصلح نفسه بيوم الأيام وممكن أن تتعامل معهم مبدأ أنه دولة نافذة ولديها جمهور ولديها كذا لكن العاقل
الذي يعمل يترك أن هذا النظام لا يمكن أن يصلح نفسه. طيب. هذه المشكلة الأساسية. فالمشكلة اليوم ليست في موضوع أننا يجب أن ننتظر التواصل مع الإدارة الأمريكية أن يجد آليات من أجل حماية الشعب السوري أو غيرها. الشعب السوري فطنه النظام السوري منذ عام 2012 عندما انتهج الخيار المسلح وقتل الآلاف. طيب. مرتزقة شيعة ومرتزقة أفغان ومرتزقة. طيب. جعل شرع عملية تحويل الجيش السوري. طيب. إلى جيش ميليشيات. أستاذ عصام فقط لنكون عادلين في توزيع الوقت. أستاذ خليل بالعودة إليك, يعني الوقت الآن ممنوح لك وكان لك تعقيب قبل أن يتفضل ضيفي الأستاذ عصام, تفضل. خطابه هذه كلمة مرتزقة شيعة هذه مردودة عليه, يعني أنه نحن حلفاء سوريا, نحن لسنا مرتزقة. اثنين, هو يتحدث ثارة عن حقوق مع أنه توصيفه عندكم صحفي ومحلل سياسي. طبعا يا هاي يا هاي ما بتزبط, يا حقوقي يا صحفي ومحلل سياسي. خلينا نحكي شوي. تصور ضيفك اللي هني يعملون اللي بيعمل لدى الأمريكي وفي مثله كتير نحن نعرفهم من الانجيو وغير الانجيو, تصور أنه المشكلة هي بالدولة السورية, مش المشكلة بالأمريكيين اللي جايين من وراء البحار يحاصروا سوريا ويحاصروا الشعب السوري. يعني هلا امريكا تقوم بالحصار على الدوله السوريه وعلى الشعب السوري, بشو بيطلع مع ضيفك المشكله؟ المشكله انه الرئيس السوري بشار الاسد لم يستقيل ولم يتنحى. تصور شو الفكر, يعني في عدو اسمه الولايات المتحده يعتدي على السوريين, ثم بالمقابل يقول هذا الضيف اللي قاعد بامريكا عند الامريكيين في حضنهم انه شو انه الحق على الدوله السوريه. طب ما هؤلاء يعني انه السوريين لا يصدقونهم, الشعب السوري لا يصدقونهم. انا بدي اذكر لك كيف عملوهم لهالشخصيات اللي احد هم هلا قاعد. طيب طيب عندك. لا نبتعد قليلا استاذ, نبتعد عن الشخص. انا طيب. مش شخص انا بس بكفي نخلص لو سمحت. انا رايي هذا مش مساله شخص انا, بكفي هذول الناس يحاضروا علينا. طول بالك شوي. طيب. علي تفضل. لو سمحت تعطيني وقتي. 2011 بيتصل وزير خارجيه قطر بالسوريين بيقولوا عن غليون انه نحن بنعمل له موكب. شو يعني بنعمل له موكب؟ يعني نحن بنصنعه تمام وبنعمل منه حالي, وفعلا عملوا شيء اسمه الائتلاف وغيره, عملوا منه الحالي, بس هم لا يمثلون شيء. ضيفك من هاي الاصناف هؤلاء لا يمثلون شيء تمام. اليوم الولايات المتحده الامريكيه لما عم بتقاتل تقاتل الدوله السوريه, تقاتل الرئيس السوري بشار الاسد والجيش العربي السوري الدوله السوريه, ما عم بتفتش عن شخصيات والله انا عندي فلان بدي اقاتله وفلان ما بدي اقاتله. كل المساله ان الولايات المتحده الامريكيه, حتى ما نروح كثير عن الموضوع, الولايات المتحده الامريكيه الان تشم حمله حصار قويه جدا في المنطقه, سواء على سوريا على العراق, ايضا ما حصل في العراق في المرحله الماضيه وجزء من العقوبات اسقاط حكومه السيد عادل عبد المهدي, ايضا حصار على الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه, ايضا جزء كبير من الازمه في لبنان وراء الولايات المتحده الامريكيه في عمليه الضغط على اللبنانيين من اجل تقديم تنازل فيما يتعلق بعمليه المقاومه. بالمناسبه قالوا ضيفك نحن اليوم بايام اجواء التحرير, يعني احنا اللي هزمنا اسرائيل مش مرتزق عيب تمام, بس هيدي بذكر فيها مهمة جدا لأنه اليوم ذكرى التحرير في لبنان, قهر ودحر العدو الصهيوني عن أرضنا اللي له اليوم أيادي في مناطق شمال شرق سوريا. هو بيعرف, إذا ما بيعرف نحن بنعطيه معطيات. إذا الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحصيل شيء ما يتعلق بأمن إسرائيل, روح أعلى شوي. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تريد استخدام هذا القانون ضد بعض الشركات الروسية. بتعرف أنت اليوم الشركات الروسية عملت اتفاقات مع الدولة السورية, عندها أيضا مصالح مهمة جدا في المنطقة. هناك محاولة إن صح التعبير إزاحة, محاولة تحديد العمل بمكان معين والإبقاء الباب مفتوح للشركات الأمريكية. يستخدم أيضا هذا القانون. تصور وين شو عم بيفكروا الأمريكيين وشو ضيفك وبعض الشخصيات السورية, يا حرام شو مفكرين هن إنه عن جد الأمريكيين اليوم غيرتهم على الشعب السوري. لو الأمريكيين عندهم غيرة على الشعب السوري بس هيدا من باب الرد أيضا, هنا كانوا بيتركوا العالم بمخيم الركبان يرجعوا أن يعودوا إلى مناطقهم التي حررت بدماء الجيش العربي السوري وبقبضات الجيش العربي السوري وحلفاء سوريا من المقاومة الإسلامية في لبنان, من المستشارين الإيرانيين, من الروس ومن غيرهم. لماذا لا يسمحون لهم؟ لماذا يجندون في بعض المناطق؟ طيب ألا ترى بأن كل هذا تدخل في الشؤون السورية أستاذ خليل؟ بس أنا الخلاصة اللي بدي أوصل لك إياه. طيب نصل إلى الخلاصة. لا يمكن إلقاء اللوم في قانون طرحته الولايات المتحدة الأمريكية تريد معاقبة الدولة ونهب خيراتها ونهب نفطها في شمال شرق سوريا. هم يقولون نحن نحب النفط السوري, ترامب يقول هذا الأمر, والقول أنه المشكلة لأنه لم يستقيل رئيس سوري بشار الأسد. ولنفترض اليوم تنحى رئيس سوري بشار الأسد أنه برأيهم أنه خلص تنتهي الأمور وتصبح سوريا القوية المتينة المعادية لإسرائيل ذات الاقتصاد القوي وتفتح لها الأبواب, من يفكر بهذا الأمر هو ساذج جدا بتفكيره.
طيب يعني هناك من يقول بأن إن كان التدخل الأمريكي في سوريا هو احتلال وينعت بكل الصفات التي تفضلت بها، هذا الشيء ينطبق على التركي أيضا وعلى الإيراني وحتى على الروس. الإيرانيون لا الإيرانيون والروس أتيا بطلب من الدولة السورية. الأتراك والأمريكيون أتوا من بدون طلب الدولة السورية. الأتراك هم محتلون. ولكن هذه الدول فاعلة في الملف السوري والمعادلة السورية أستاذ خليل. عندما نتحدث عن مصالح دول في المنطقة يختلف الأمر. هلا أنا ما بدي أحكي السياسة كثير لأنه ضيفك مش رح يستوعب اللي راح أحكي، خلينا نحكي شوي هيك على الأرض. شوف الأتراك دولة محتلة، نحن قاتلناهم ورحنا شهداء على إيديهم، تمام؟ والأمريكيين دول محتلة. بالنسبة للإيرانيين وبالنسبة للروس، هؤلاء أتوا بطلب من الدولة السورية. طيب. حتى الأمم المتحدة تقول هذا الأمر، والأمم المتحدة تفاوض على هذا الأساس. أما فيما يتعلق بالبقية لا، هم أتوا يعني اليوم شو عندهم الأمريكيين دخلك بشمال شرق سوريا؟ لماذا يقيمون نقاط؟ بالمناسبة الآن هم يقومون بعملية انتشار جديدة. هذه معطيات في تلك المنطقة، تحديدا يريدون استعادة بعض المواقع والنقاط في منطقة الرقة ما حول مدينة الرقة وفي هذه المنطقة، ويريدون اقتراب من منطقة الطبق. هذا الانتشار الأمني الأمريكي. شو عم يعمل الأمريكيين؟ طيب. ماذا يفعلون الأمريكيين؟ طيب لا، الأمريكيون قوات احتلال، الأتراك قوات احتلال، أما الروس والإيرانيين لا، ليسوا قوات احتلال. هؤلاء لم يحتلوا الأرض السورية، هاتوا أدوا لمساند الشعب السوري في قتال تنظيمات إرهابية وصد العدوان عن سوريا. طيب ضيوفي الكرام، نقاشنا مستمر، ولكن بعد أن نتابع المقال التالي ومن ثم نعود. تظهر في وسائل الإعلام العالمية وخاصة في الشبكات الاجتماعية في الآونة الأخيرة الكثير من المواد حول تفاقم التناقضات المزعومة بين موسكو ودمشق، أو حتى عزم روسيا على إعادة النظر في سياستها فيما يتعلق بالأزمة السورية. في الواقع هذا هو الخيار الذي كان يفكر فيه الكاتب الكوميدي الأمريكي العظيم مارك توين عندما قال إن الشائعات حول وفاته مبالغ فيها إلى حد كبير، موسكو مواظبة بمسيرتها في مساعدة دمشق في محاربتها للإرهاب ودعم مبادئ سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها والتسوية السياسية للأزمة وإعادة التأكيد على الالتزام بالأهداف المحددة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254، وبذل الجهود لاستئناف عمل اللجنة الدستورية في جنيف الذي بات يواجه الآن صعوبات بسبب جائحة فيروس كورونا. كل هذا لا يعني على الإطلاق أنه لا يوجد تناقض أو تنافس بين الدول الضامنة، أو أن وجهات نظرهم حول المشكلة السورية متطابقة تماماً، لكن الأمر كان دائماً على هذا الحال، وتم حتى الآن التغلب على الاختلافات. على أي حال لا يمكن إنكار ثبات الموقف الروسي. ليس هناك ما يثير الدهشة في أنه نتيجة لتوفير دولة أو أخرى لسوريا مساعدة وجودية مهمة لها في مجال الأمن والاقتصاد في البلاد، وقبل كل شيء في هياكل قوتها تتشكل مجموعات من مؤيدي وميسري نفوذ هذه الدولة، وهذا يمكن أن ينطبق على روسيا وإيران. لا تزال المساعدة في عودة اللاجئين وإعادة بناء اقتصاد سوريا من بين المهام ذات الأولوية بالنسبة لروسيا على هذا المسار. الوضع صعب للغاية، ما يقرب من نصف سكان البلاد هم من النازحين داخليا، ونصفهم عاطلون عن العمل، و83% منهم يعيشون تحت خط الفقر. يمكن للمرء أن يرى بعض التقدم الحذر في سياسات الدول العربية، لكن يجب أن يوضع في الاعتبار أنه وبغض النظر عن السياسة فإن إمكانيات أي مانحين في الظروف الحالية للاقتصاد العالمي ستكون محدودة. أستاذ عصام، بالعودة إليك، كيف قرأت وتابعت ما جاءت به صحيفة عكاظ السعودية من حديث لها مع قانون مع قيصر نفسه بأن المعارضة حاولت ركوب هذه أو الهدف الإنساني لقيصر وجعله وإفشال مساعيه الدولية وجعله سلعة للتفاوض ولتقديم التنازلات للطرف الآخر، علما أنه جرى التشكيك بهذه الرواية من قبل ما تسمى بالمعارضة السورية؟ ولكن برأيك هل هذا مستبعد عن المعارضة السورية التي تقيم في الخارج؟ فعليا أنا لست بأي لجنة من لجان المعارضة السورية ليكون دقيق، بحيث أني لا أستطيع استقصاء تماما ماذا حدث تماما بين قيصر أو هؤلاء الشخصيات. كما أذكر
كمال لبواني تكلم عن بعض الشخصيات السورية المعارضة مثل الدكتور عماد رشيد وجاموس، شخصيات من هذه. لكن بالحقيقة أنا ليس لدي صلة مباشرة مع هذه الشخصيات لأتأكد من الطرفين حول دقة هذه المعلومة، لذا لا أود الخوض في هذه التفاصيل بما أني لا أمتلك المعلومة من الطرفين. هذا من ناحية أولى. لكن من ناحية ثانية، حسب المعلومات المتوفرة لدي، هنالك منظمة موجودة في واشنطن، هي منظمة يدعمها مجموعة من الأطباء السوريين، هي التي توفر المساعدة المالية للشاهد، يسمى الشاهد الملك قيصر، من أجل أن يستمر بحياته بالحد الأدنى. لا أظنه مرفه جدا، لأن المبلغ الذي يعطوه هو مبلغ متواضع جدا. هم يرسمون باستراتيجية بسيطة جدا عملية تحركه في نشر الصور، لأنهم أيضا لا يمتلكون موارد عالية جدا. وهذه فرصة لوجه نقطة، أن بعض الشخصيات مجرد أن ترونهم هم في أمريكا أو غيره يظنون أنهم عملاء لأمريكا أو كذا. في الأمر ذلك ليس دقيقا أبدا. الكثير من المؤسسات ليس لديها الموارد المالية الكافية لأن تنجز أعمال كبيرة، لأنهم لا يمتلكون، ليس وراءهم دول ومؤسسات كبرى تدعمهم كما يحدث مع حكومات العالم الثالث التي تدعم بعض المؤسسات. المؤسسة الموجودة في واشنطن أعرف بعض أعضاء البورد منها، هم أطباء، وضعهم المادي جيد بحكم عملهم في أمريكا. مدخول شخص منهم ما يقارب سنوياً قرابة المليون دولار، لذا بدل أن يدفعوا قسم منها إلى الضرائب يخصص جزء منها من أجل مساعدة قيصر، وبالتالي يخفضوا من نسبة الضرائب لديهم. هم شخصيات سورية بحتة. أما مدى علاقتهم مع أعضاء الائتلاف بالحقيقة ليس لدي معلومات دقيقة. يعني حقيقة هذا ما نقلته صحيفة عكاظ على لسان قيصر نفسه، ولكن في ظل كل ما تحدثنا به من تداعيات لقانون قيصر، أستاذ عصام، يعني يوم ما تناولته الصحف بهذا الصدد، جنحت صحيفة الشرق الأوسط لطرح تساؤل، يعني حقيقة بقلم الكاتب فيتالي نعومكين الروسي، وهو ما الذي تنتظره، ما الذي تنتظره روسيا من سوريا؟ سؤال جميل، ها، خصوصا إذا ما طبق قانون قيصر فعليا. فعليا روسيا هي جزء من المعسكر الأوراسي. في الباحث في مجال الجيوبوليتكس يدرك أن هنالك نزاع تاريخي بين حلف الأطلسي وحلف الأوراسي. حلف الأوراسي الآن هو في السلطة والريادة الصينية الآن، وأيضا الروس هم مستفيدون من هذا التحالف، لذا وجود الروس على شاطئ البحر الأبيض المتوسط هو أمر مفيد جدا للمشروع الأوراسي الذي يسمى الآن بطريق الحرير الجديد، الذي يحاول ربط الاقتصاد الصيني عبر طرق، طريق بحري وطريق بري، يمر عبر آسيا الوسطى وصولا إلى الشرق الأوسط حتى دول الاتحاد الأوروبي. هذا المشروع، وجود الروس في هذه المنطقة هو أمر إيجابي. أيضا وجود الإيرانيين كشركاء للصينيين هو أمر إيجابي للصين، وهذا السبب الأساسي الذي دعمت الصين النظام السوري كونه هو شريك للإيرانيين ضمن المنظومة، بأنه يريدون طريق عبور لمشروع الطريق الحرير. وقوة إيران الفعلية أنها لديها نفاذ قوي جدا في العراق وسوريا ولبنان، لذا ذلك يمهد بسوق استهلاكي كبير لمشروع طريق الحرير. لا ندري إن هذا المشروع كان سيستمر لمدة طويلة، أو ممكن أن تحدث قدم له عبر ضرب لإيران أو غيرها. هذه الأمور نتركها للزمن حسب المقتضيات الدولية والتفاهمات بين الدول العظمى. طيب أستاذ خليل، بالعودة إليك، صحيفة القدس العربي وتحت عنوان عريض تساءلت، قانون قيصر هل يضع سوريا على الطريق العراقي؟ التعليق متروك لك بهذه الجزئية، كيف تنظر لأن قانون قيصر، هل من الممكن أن يكرر السيناريو العراقي في هذا البلد؟ نعم،
اولا اعتمد يعني بهذا القانون على أداة يعني من ضمن هذه الادوات التي يتم استخدامها، لكن هو الهدف استخدامه مش انه والله هني من اجل الشعب السوري، انه هو اسمه قانون قيصر من اجل حمايه الشعب السوري، هذا اسمه الكامل، ما اسمه قيصر فقط، وفي شخص اسمه قيصر، الله بيعلم قيصر مين قيصر، هي بصير في قيصر بصير مثل المجتهد السعودي يعني. الملفت انه كل طبعا الصحف اللي عم تكتب هي لها علاقه بالجانب الامريكي يعني من خلفاء امريكا او اللي بيعملون لدى امريكا او اللي يصمم البعض ما يشاء. شوف القانون سيستخدم ليس فقط ضد سوريا، هو مش هدفه سوريا. هدفه جزء من هدفه هو سوريا، بس ايضا الجزء الاكبر من هدفه هي روسيا، ايران، وقلت لك في البدايه شركات سوريين، الصينيه. شوف الظرف السياسي الآن، شوف الظروف كيف تبدلت في المنطقة، تعرف لماذا كان يحدد الآن؟ كان في فرصة أنه محاولة تحصيل شيء ما بالسياسة عبر اللجنة الدستورية وعبر كل هذه الأمور. هم بالمناسبة عود على بدء اللي عطل اللجنة الدستورية هن الأمريكيين والأتراك، مش الدولة السورية، الدولة السورية ذهب وفده، لا هم اللي عطلوا اللجنة الدستورية وهم اللي عطلوا يعني حتى على الأرض هم من يعطلون. طيب عندك الآن يخطر مسألة مهمة جدا كان تحدث عنها الرئيس السوري الشرعي الدكتور بشار الأسد، وكان تحدثت عنها موسكو، أيضا كان في حديث للإيرانيين عن جميع مسألة إعادة الأعمار، والصين دولة تطمح إلى إعادة الأعمار في سوريا، وهذه مسألة مهمة جدا بالنسبة لها. قانون قيصر اليوم ماذا يقول؟ إذا أردتم حلولا سياسية، إذا أردتم إعادة أعمار يجب أن يمر عبري بموافقتي، وألا أنا أفرض عقوبات على الشركات التي ستساعد في إعادة أعمار سوريا. إذا الأمريكيون يحاولون حصر هذه الأمور. إذا المشكلة هي ليست فقط استهداف للدولة السورية، إنما استهداف لدول أخرى. لكن إذا ما وسعت واشنطن من مروحة الاستهداف، ماذا ستكون النتيجة؟ يعني هل سيرضى هذا العالم كله بما تفعله واشنطن؟ أنا بعطيك مثل عملته الدولة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللي عليها عقوبات أمريكية، واللي قال دونالد ترامب تعرف نذكر جميعا نحن سنسفر النفط الإيراني أي تصديره، وقال أنا سأفرض عقوبات على الدول التي ستصدر تستورد من إيران النفط، من بيناتها تركيا، اليابان، الهند، باكستان، عديد من الدول. طيب لما حصل والعراق ايضا، لما حصل هذا الامر شفنا الايرانيين كيف رفعوا من سقف التحدي، تراجع الامريكيون. الان الايرانيون ارسلوا 5 ناقلات نفط الى فنزويلا، هم اصبحوا الان على مقربه بشكل كبير جدا من المياه الاقليميه الفنزويليه. لوين؟ من ايران على فنزويلا. بتعرف شو يعني هذا الامر؟ يعني هلا اذا الان قطعت على وهي ستقطع، لانه الامريكيين عبروا بالامس على البنتاغون، ونحن مش يعني بنوع من الحيره ماذا نفعل، انه ليس هناك جانب عسكري يسمح بردهم، تمام؟ يعني انه وش امريكا او ايران هذه الدوله في منطقه الشرق الاوسط خرقت العقوبات الامريكيه المفروضه عليها وعلى فنزويلا، وارسلت 5 ناقلات نفط، 5 مش واحده، 5. طيب هل ستسمح روسيا برايك، او سترضخ روسيا والصين وروسيا وايران ودول اخرى تدعم او منها الصين تريد إعادة مشترك في إعادة الأعمار في سوريا، هل ستسمح فعلا للولايات المتحدة الأمريكية بوضع حصار عليها بمنع شركاتها من العمل؟ هذا أمر خطير جدا، هذا أمر قد يؤدي إلى توترات تصل إلى صدام عسكري بأماكن معينة. أنت تهدد مصالح، أنت الآن لا تتحدث عن أنه محاولة التصرف كما تصرف الأمريكيون والروس في سوريا تحت سقف التصادم، لا، أنت الآن تريد مصادمتي، وخاصة أن الأمريكيين الآن أيضا انسحبوا من اتفاقية السماء المفتوحة وبسبب ما يتعلق بالروس كما يدعون. إذا الأمور تذهب نحو توترات. الآن أصبح العالم يتشكل ما بعد كورونا، نعم هناك شيء من التشكل، لذلك لا يبني البعض آمالا على شيء تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لأنه يخص مصالحها، وعندما تمس واشنطن مصالح الآخرين ستتضرر مصالح واشنطن بشكل كبير جدا. وأنا أسأل الله أن لا يستغبي الأمريكيون ويعتدوا على ناقلات النفط الأمريكية الآن، لأنه سيشاهد العالم بأم عينه كيف ستمس المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، سواء من إيران أو من حلفاء إيران في المنطقة. أستاذ عصام بالانتقال إليك، يعني طيب كلنا يذكر اتفاقية النفط مقابل الغذاء التي حصلت في العراق، يعني ويبقى الشعب العراقي لا عايش ولا ميت في تلك الفترة كما يقال، حتى مهد الطريق لسقوط نظام صدام حسين، وحتى يعني كانت الطبقة التي تعد من المؤيدين لصدام كانت من المتعاونين في إسقاط نظامه، كيف تقرأ هذا الطرح الصحفي؟ هلا بالطبيعة الأنظمة الشمولية هذه هي المشكلة المعضلة الأساسية، الأنظمة الشمولية لا تسمح ببناء معارضات لها، يعني تقتلهم صدام حسين هذا ما فعله تماما،
أي شخص كان معارض له كان يسجنه أو يقتله، سواء كان إسلامي أو يساري أو راديكالي، هو لا يهم، يريد أشخاص تعبد الفرد. حافظ الأسد فعل نفس الشيء، بشار الأسد يكرر نفس الشيء. نحن لا نتحدث عن سلوكيات النظام الحاكم أستاذ عصام، ولكن نتحدث عن الطريقة المتبعة من قبل الولايات المتحدة، كانت دعنا نسميها التجويع، ومن ثم الجنوح إلى مآرب تريدها هذه الدولة. ممكن أن تكرر سؤالك لأن الصوت قطع. كنت أقول بأن يعني السلوك الذي المتبع من قبل الولايات المتحدة هو كانت سياسة التجويع أولا، ومن ثم إسقاط الأنظمة في هذه المنطقة. تمام. هل يمكن القول بأن هنا السيناريو يتكرر مرة أخرى في سوريا على شاكلة ما جرى في العراق؟ كما أظن أنه سيتكرر تماما. لنكن منطقيين، الولايات المتحدة هي دولة ليست راعية لحقوق الإنسان كما يقولون في مواثيق لديها، هي دولة عظمى لديها مصالح في أنحاء العالم كله، تحاول موازنة مصالحها وتحقيق مآربها بكل منطقة. اليوم لديهم أجندات في كل دولة على حدة، وهذه الدولة تقسم ضمن إطار إقليمي كامل محيط لديهم. ما يحدث الآن في سوريا هو بالبداية تفقير لهذه الدولة السورية، من أجل عندما تأتي إدارة جديدة بها تكون مديونة للبنك الدولي. هذا تماما ما حدث الآن في العراق، وهذا تماما ما حدث في تركيا. تركيا عندما يحاول أردوغان أن يقوم بأي شيء معارض للولايات المتحدة، هم بحركة بسيطة يجعلون الليرة التركية تنهار، لأنهم يتحكمون بالمجتمع الدولي بشكل واسع جدا، بشكل لديهم الصلاحية الكبرى. أنا لا أقول أنهم ملائكة، ولم أشجع يوما بكل مقالاتي أنهم ملائكة، على العكس هم يستفيدون من السلطة الممنوحة لديهم. لكن بنفس الوقت من هو البديل؟ هل هو البديل أن نظل تحت رازخين تحت سلطة الأنظمة الدكتاتورية التي تعيش فسادا في دولها ولا تقدم أي حلول تنويرية؟ يعني اليوم أسرة الأسد الأب والأبن يحكمون يعني سوريا. البديل إذا بدك. نعم. طيب أستاذ خلي سأعود إليك لو سمحت، سأعود إليك في نهاية الحلقة، لا نريد إيضاع الوقت، سأعود إليك وأمنحك الوقت المخصص. أنت شخص طيب ولكن كي لا نضيع الوقت ضيوفي الكرام، بقي لدينا القليل جدا. طيب أستاذ عصام عميل يا أمريكاني، ما تحكي على شخصية عميل، خليك بأمريكا لا هي عميل. أستاذ خليل لو سمحت كي نكسب الوقت المتبقي لدينا، ضيوفي الكرام، بداية العميل ضيفك انفعل، بعدين رجع يقول إنه صندوق النقد الدولي ورجع يحكي الحكايات اللي طيب أنا أستاذ خليل بحكيهم إنه واشنطن هي ليست مش خيرية، وبعده مصر يتحالف مع واشنطن. يعني طيب أستاذ خليل لو سمحت الوقت المتبقي لدينا قليل كي لا نضيعه. ليك العملاء هيك يعني لا تعلم أدب السيوار. طيب سأمنحك كل الوقت أستاذ خليل لو سمحت. صندوق النقد الدولي يعني هو بده بلده سوريا تصير كلها تحت الإرادة الأمريكية. سأعود لإكمال هذه الجزئية معك أستاذ خليل لو سمحت. هيدي أنظمة شمولية، يا مع الأمريكان يا أنظمة شمولية. هول عملاء، هيدا منطق العملاء. شوي بيقول لك أنا بكتاباتي هول منطق العملاء، هيدا منطق عمالي عم بيحاول يفرغوا علينا على أساس أنا عليك أول شيء شوي برم ورجع بيضحك. استاذ خليل نحن نضيع الوقت المتبقي لدينا استاذ خليل لو سمحت. استاذ عصام بعجاله هل سيغير تطبيق قانون قيصر لو سمحت استاذ خليل؟ استاذ عصام لو سمحت لكي نكسب الوقت. امي لا تجي انت قاعد بامريكا توصف هيك تقول انه الامريكان بدافع عنهم. استاذ خليل لو سمحت سأعطيك الوقت المخصص. استاذ عصام لو سمحت بعجاله، هل سيغير تطبيق قانون قيصر من الواقع السياسي؟ طيب استاذ خليل نحن لم يتبقى لدينا سوى اقل من دقيقه لننهي هذه الحلقه. لازم تلبس الثياب الايرانيه. استاذ عصام لو سمحت استاذ عصام، ايران قدمت دم على الارض السوريه دفاعا عن سوريا، بس انت ما لك شرف تقول الله يخليك. استاذ عصام لو سمحت عجالة، هل سيغير تطبيق قانون قيصر من الواقع السياسي في سوريا؟ يبدو أن الأستاذ خليل لا يسمعنا بشكل جيد. انت سوريا اللي مثلك لازم تمزل برا. أستاذ خليل إن كنت تسمعني لو سمحت، انت عم تسمع أسماء من البداية، قلت انت عم تسمع أسماء شخصيات سورية. ضيوفي الكرام نحن نصل الآن إلى نهاية الوقت المخصص لحلقة هذه الليلة. واحد عميل
لأن أشكركم جزيل الشكر ضيوفي الكرام على كل هذه الآراء والتحليلات. أنت عميل من نيويورك الصحفي والمحلل السياسي عصام خوري، شكرا جزيلا لك. ومن بيروت الكاتب السياسي خليل نصر الله، شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام. إذن مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام اليوم السابع، والآن نستعرض نتيجة مشاركاتكم والإدلاء بآرائكم عبر السؤال المطروح على موقعنا الرسمي. أنا أشكر لكم طيبة وكرم المتابعة مشاهدينا، والآن لا يسعني إلا أن أقدم بأسمي واسم كادر وعملي قناة اليوم التهنئة بعيد الفطر السعيد، فكل عام وأنتم بخير. ولا تنسوا زيارة موقعنا الرسمي اليوم tv.net لتكونوا أحد المشاركين بآرائكم. إلى اللقاء.